السلام عليكم ومرحبا بكم معي في هذا الفيديو جديد اللي كنتمنى ان شاء الله يلقاكم في تمام الصحه والعافيه. اليوم غادي نقترح عليكم خبز رائع جدا يصلح تحضروه هكا للمناسبات او للاعياد او للاعراضات، يعني تماما بحال الخبز اللي كناخذو من المخبزات، بطريقه التحضير اللي هي بسيطه بزاف سهله وكيجي يعني نتيجه كتجي رائعه جدا ومرضيه. ان شاء الله تجربوه وين الاعجاب ديالكم. الا كنتو اول مره كتزوروا في القناه كنتمنى انكم تشاركوا وتفعلوا الجرس باش توصلوا ان شاء الله بجديد الوصفات اللي كننزل. ما تنساوش تشجعوني باللايك ديالكم وتخليوا لي الراي ديالكم في التعليق، واكيد الا تبعتوا الفيديو وعجبكم ما تنساوش تبارطاجيوه مع العائله والاصدقاء ديالكم. في المكونات ان شاء الله غنحتاجوا، عندي هنايا 3 الكيسان ديال العنبه ديال الدقيق الفورس، وعندي كاس ديال الفينو، ملح، ماء دافي لجمع العجين، عندي معلقه كبيره ديال الزبده تكون بحراره المطبخ، خميره على حسب الجو، خميره فوريه، معلقه كبيره ديال السكر سنيده، معلقه كبيره ديال الزيت نباتيه، ومعلقه كبيره ديال الحليب دافي. بالنسبه للطريقه راها بسيطه. على هذا الدقيق هذا غادي نضيف سكر سنيده، وغنضيف الخميره فوريه، زيت نباتيه، معلقه ديال الحليب دافي، ملح، وغنعجنهم، غادي نجمعهم بالماء دافي حتى كنحصل على واحد العجينه اللي تكون ما هي خفيفه ما هي ثقيله، حيتاش مازال من بعد فاش غادي نجمعوها غادي ندلكوها وغادي ندخلوا فيها الزبده. الزبده راه كتزيد كترخيها، هذا علاش انا غادي نديرها غير القياس، ما تكونش مرخوفه بزاف وما تكونش قاصحه، ومن بعد نضيفوا الزبده. انا ان شاء الله غادي نوريكم القوام كيفاش غيكون. ها انتما من بعد ما كتجمع لي العجينه كنحصل على عجين اللي بهذا القوام هذا. دابا غنضيف له الزبده وغنخليه حتى يتدلك مزيان وتدخل فيه ديك الزبده مزيان. من بعد ما خليتها حتى تدلكات مزيان، هذا هو القوام اللي كنحصلوا عليه، كتكون مرخوفه شي شويه حيت ضفنا ليها الزبده وتكون مدلوكه مزيان. دابا غادي نغطي عليها وغادي نخليها حتى تخمر ليا مزيان وتضاعف الحجم ديالها. شوفوا دابا غادي نبدا نخرج منها كويرات صغيورين. غادي ناخذها اول شيء نحيد منها داك الهواء اللي تكون فيها، غادي نرشو عليها شي شويه الدقيق لحقيتاش العجينه راها خفيفه، وغادي نديها ونجيبها هكا شويه بهذا الشكل هذا، وغنبدا ندير منها غير كويرات صغيورين باش تخرج ليا خبيزات اللي هما صغيورين تيجيو زوينين في الشكل ديالهم، خصوصا هكا في العيد ولا في المناسبات كيجيو زوينين بزاف. بهذا الشكل هذا وغنوضعهم في طاوة اللي كنكون مفرشه لها يا اما ورق الزبده يا اما رشاها بشويه الدقيق. ها انتما من بعد ما خرجت منهم كويرات صغار دابا حطيتهم في الطاوة، غنخليهم ترتاحوا واحد 10 دقائق هذا باش ندوز نقرصوهم. دابا من بعد ما ارتحت عندي العجينه غادي نبدا نقرصها بهذا الشكل هذا، غادي نقرصها هكا وغادي نخليها حتى تخمر، ما غاديش تاخذ ليا وقت بزاف لحقيتاش خليناها تخمر المره الاولى، يعني هنايا تقريبا غادي تاخذ ليا واحد 10 حتى 15 دقيقه. المهم تبان لينا راه تنفخات. ها انتما بهذا الشكل هذا، وغنغطي عليها نخليها حتى تخمر ونتلاقى. الخبز ديالنا من بعد ما خمر كما كتشوفوا تيبان تنفخ الحجم ديالو. هنا كناخذ صفار ديال البيضه كنخففها شي شويه بقطرات ديال الحليب وكندهنهم، كندهنهم غير دهنه خفيفه باش كيجيوني رطبين من الفوق، وفي نفس الوقت كيشد فيهم داك اللون الذهبيب يعني بالبيض، كيشد فيهم داك اللون مزيان تيكونوا مذهبين. ثم كناخذ موز
يكون ماضي، وكندي ليهم هكا التفليحات يكونوا خفافين شي شويه، مي جوش غارقين بزاف باش ما يتحلش لينا الخبز ديالنا بزاف في الطياب. غير التفليحات هكا خفافين على شكل هكا زائد، ثم انا غادي نزينهم هنايا غير بالزنجلان عادي. ممكن تزينوهم بالزنجلان الابيض، ممكن ديروا ليهم بودر الخشخاش او لا البافو، يعني تبقى لكم الاختيار. دابا غادي ناخذهم ندخلهم للفران اللي رانا سخنتو على درجه حراره يعني تكون عاليه، يكون الفران سخون مزيان. راكم تعرفوا جميع انواع المخبوزات كيبغيو يدخلوا الفران اللي يكون مسخن مزيان. غندخلهم ونطيبهم طياب ديال الخبز عادي، يعني غنشعل عليهم من التحت حتى يتنفخوا ويتحمروا ليا، ومن بعد نشعل عليهم من الفوق ونخرجوهم ان شاء الله نتلاقاو ونشوفوا الشكل النهائي ديالهم. وهذه هي النتيجه كما كتشوفوا، الخبز ديالنا من بعد ما كنخرجوه من الفران تيكون هذا هو الشكل ديالو، كيجي محمر. هانتوما كما كتشوفوا اللون ديالو كيجي مذهب، الخبز تيجي رائع بزاف، يعني تماما بحال الخبز اللي كنشريوه من المخبزات. هكا تكوني محضراه لمناسبات عائليه او لاعياد او لا عرضات، كتجي شي حاجه اللي هي مويه ديال تحمير طلوجيه، خصوصا انك مصاوبه هذا الخبز هذا بيديك في دارك. انا قطعته معكم من هنايا من الوسط باش تشوفوا كيفاش شنو كيجي، خبز اللي كيجي رطب مقطن اسفنجي منفوخ لذيذ بزاف. ان شاء الله الا جربتوه انا متاكده بانه غادي يعجبكم. هنا الفيديو ديالنا كيوصل للاخير ديالو، يعني كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا في هذا الفيديو. بالنسبه للناس اللي اول مره كيدخلوا كيشوفوا فيها القناه، نبغي نذكركم الا مازال ما اشتركتوش شاركوا وفعلوا الجرس باش توصلوا ان شاء الله مزيد من الوصفات الناجحه والرائعه باذن الله. دعموني بلا لايك ديالكم وخليوا لي الراي ديالكم في التعليق، وبطبيعة الحال الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تبارطاجيوه مع العائله والاصدقاء ديالكم. كنشكركم على حسن المتابعه، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي وصفه جديده دائما على قناه ليلى للطبخ الاصيل. الى اللقاء.